السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة. إليكم اللحظات الأخيرة في حياة القديس أبينا. كل الذين كانوا يرون هذا الرجل الطيب نحيفا رفيعا لامع العينين باسما دائما يضحكون له، لأنه كان أسبقهم إلى التحية والمداعبة والضحك، وكان يداعب الأطفال والسيدات الكبيرات في السن، وكان يقول: أطلب من الله أن يمنحني الصحة لكي تكون زوجتي عجوزا قادرة على أن تنجب طفلا، أي إنه يريد أن يكون له طفلا من زواج بلا متعة، ولم يكن أحد يفهم ذلك بوضوح. كان راهبا يعلم الناس أصول دينهم، وكانت الفتاة لويزا إحدى تلميذاته، أحبها وأحبته، ولم يكن مسموحا بزواج الرهبان الكاثوليك، فهرب بها وحملت منه. وعلم أبوها بهذه الفضيحة فاستأجر عددا من الشبان. هاجموا القسيس بير أبيلر في فراشه ومزقوا ملابسه ونزعوا ما بين ساقيه أيضا وتركوه ينزف دما. وأمام هذه الفضيحة اختفى أبيلر وأقنع لويزا بأن تدخل الدير، ودخلت. وظل أبيلر مريضا حتى الموت، فقد أصيب بالتهابات جلدية وتغير لون بشرته وعينيه. وفي ليلة 21 إبريل سنة 1142 نهض أبيلر من فراشه وظل واقفا رافعا يديه إلى السماء يقول: لا شيء يا رب لا أطلب إلا أن ألقاك وألقاها هل. ولم يكمل كلمة لويزا عندما سقط على الأرض ميتا. إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة ولا تنسى زر الجرس لكي يصلك كل جديد.